ننتقل إلى أكبر تجمع للفلكيين لرصد الكسوف الاستثنائي للشمس، واللي حيكون بإذن الله يوم الخميس القادم في منطقة الأحساء. هذا الكسوف الحلقي كما يسمونه المختصين حدث آخر مرة قبل 97 عام. إيش القصة؟ معنا أكيد الباحث الفلكي أستاذ ملهم الهندي. مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم. بداية استاذ ملهم، نبي نعرف ايش المختلف في الكسوف هذه المرة، وليش او ليه سمي بالكسوف الحلقي؟ نعم، نحن عارفين دائما انه ظاهرة الكسوف تحدث عندما يكون القمر والشمس والارض على مستوى واحد، يحجب القمر ضوء الشمس عن الارض فتحدث ظاهرة الكسوف. صحيح. لكن القمر بعده عن الأرض ليس ثابت، لأنه مداره حول الأرض يختلف، يسموه بيضاوي، يعني شكله بيضاوي. بعض الأحيان يكون قريب من الأرض وبعض الأحيان يكون بعيد. فعندما يكون القمر بعيد حجمه يصغر، مثل أي حاجة تكون بعيدة عنك تصغر حجمها. فلما يصغر حجم القمر ما يغطي كامل قرص الشمس، فيخلي أطراف الشمس ظاهرة لنا فتظهر لنا بشكل حلقة. لذلك يسموها بالكسوف الحلقي، كناية على الحلقة اللي بتظهر منها. جميل. ويسموها أيضا حلقة النور أو حلقة النار، يعني بعض المسميات منها. طب لماذا اخترتوا منطقة الأحساء تحديدا لتجمع الفلكيين؟ نعم، حالات الكسوف تختلف عن حالات الخسوف. حالات الكسوف عشان نشوف الكسوف كلي لابد نكون تحت مسار ظل القمر على الأرض. ومسار القمر يوم 26 ديسمبر الخميس القادم، مسار ظل القمر حيكون يمر بالأحساء فوق مدينة الهفوف، مرورا بغرب قطر وغرب الإمارات ووسط سلطنة عمان، ثم بقية دول آسيا بالهند وماليزيا وإندونيسيا. لذلك أفضل منطقة في المملكة العربية السعودية لرصد الكسوف كشكل حلقي هو حيكون من مدينة الهفوف في الأحساء. جميل. يعني هل هذا يعني أنه ممكن أو يمكن مشاهدة الكسوف في مناطق المملكة الأخرى؟ نعم، يشاهد الكسوف في بقية المناطق ككسوف جزئي، ليس حلقيا لكن كسوف جزئي. كلما كنا قريبين من الأحساء حتكون النسبة أكبر للكسوف والمدة أطول. يعني مثلا في الرياض حتكون عندنا الكسوف بنسبة 87%، في الدمام 90%، في جدة وجدة ومكة تقريبا حول 40%. والمميز انه حتشرق الشمس وهي في حالة كسوف من يوم شروقها. طيب استاذ ملهم، عادة ايش التحضيرات اللي بتسووها في منطقة الرصد لهذا الكسوف؟ نعم، عادة تكون هناك التلسكوبات المجهزة يعني بفلاتر ومرشحات عشان نقدر نصور الشمس في خلال الكسوف، لانه نحن عارفين اشعه الشمس يعني قويه جدا، فصعب انه نرصدها من غير اي وقايه. فحتكون في كاميرات، في تلسكوبات، في نظارات خاصه لرصد الكسوف، وطبعا بالاضافه الى بعض الاجهزه اللي نعمل عليها بعض التجارب العلميه. طب هل من الممكن يعني الخروج بقيمة علمية أو فقط متعة المشاهدة لهذا الحدث؟ نعم، بالنسبة لعامة الناس يعني صعب أنهم يعملوا كثير من التجارب حول الكسوف، لكن بالنسبة للمتخصصين هناك كثير من التجارب العلمية، إما عن حركة القمر وتأثيرات القمر في حركته المدارية، تصوير الهالة يسموها الكرونة تبع الشمس، الهالة اللي حوالين الشمس ودراستها، دراسة التأثيرات الجاذبية على النجوم. يعني في أكثر من تجربة ممكن تطبيقها خلال الكسوف. جميل جدا. طب خلينا أستاذ ملهم ولكن نرجع نذكر المشاهدين بالتوقيت الفعلي لهذا الحدث. جميع المناطق حتشرق الشمس يوم 26 يوم الخميس القادم. تشرق الشمس وهي في حالة كسوف. مدة الكسوف حتختلف من منطقة لمنطقة حسب قربها من مسار ظل القمر. كلما كنا قريبين من مسار قريبين من الأحساء حتكون نوصل في مثلا في الدمام ل
عفوا ل 84 دقيقة حيكون الكسوف، في الرياض تقريبا 70 دقيقة. أقل منطقة عندنا هي منطقة تبوك، حتكون المدة 18 دقيقة من بعد شروق الشمس إلى نهاية الكسوف. جميل جدا، شكرا لك أستاذ ملهم الهندي الباحث الفلكي على هذه المعلومات القيمة والمهمة جدا، وأكيد نحن مشاهدينا مكملين معاكم ماذا يقول علماء النفس عن فلسفة الكذب بعد الفاصل.